بالنسبة للزكاة، كنت حابة أضبط معادها على شهر رمضان. أنا أول مرة معايا فلوس من شهر 9، يعني السنة ما كملتش السنة، فهل أؤخرها إلى رمضان بعد اللي جاي ولا أعمل إيه؟ أقول لها: الأصل هو المبادرة إلى براءة الذمة وإخراج الواجب في ميقاته، وميقات زكاة المال المقرر شرعا حولان الحول على ملك النصاب، فلا ينبغي تأخيرها عن هذا الميقات، لكن لا حاجة في تعجيلها قبل ميقاتها. الأمر في التعجيل أوسع منه في التأخير، ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود والترمذي عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقتي قبل أن تحل، فرخص له في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه.